استعرض الرئيس السيسي أبرز الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا على مدار عامين متتاليين من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتعزيز مقدرات السلم والأمن. وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة 22 للكوميسا أن مصر أولت اهتماما في مجال التصنيع الدوائي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. وبناء عليه قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي، فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـ30 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى الدول الإفريقية، بما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع. شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين، وأكدوا في بيان عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في الرياض الالتزام بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة. كما شددوا على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة ودعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة، فضلا عن مواجهة الإرهاب. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات الروسية تمكنت من صد محاولات اختراق الدفاعات العسكرية من قبل القوات الأوكرانية في محور زاباروجيا وتكبيدهم خسائر فادحة. وجاء في بيان وزير الدفاع الروسي أنه تم إيقاف القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات الأربعة، وتم خلال ساعتين تدمير 30 دبابة و11 عربة مشاة وتصفية 350 مسلحا. أكد الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي تراجع 21 كيلو مترا جراء الفيضانات التي تعم جنوب أوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا. وأضاف الجيش الأوكراني أن الفيضانات التي نجمت عن هذا الانهيار خفضت القصف الروسي إلى النصف. من جهتها أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أن البلاد قد تفقد عدة ملايين من الأطنان من المحاصيل بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير السد الضخم. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأكد مدبولي الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني منذ انطلاقه في إبريل عام 2021، بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتحويل مساره ليصبح اقتصادا إنتاجيا يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.